أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء عبر شبكة وطن الإعلامية في برنامج عين على العدالة الذي يقدمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة. عين على العدالة برنامج إعلامي نرقب فيه واقع قطاع العدالة ومنظومة الحكم القانوني في فلسطين توثيقا وتحليلا ومساءلة بهدف تجسيد سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في إطار مبدأ سمو الدستور والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ونزاهته. في 11 من شهر كانون الثاني الجاري أصدر الرئيس محمود عباس 3 قرارات بقانون عدلت التشريعات القضائية. فقد أصدر الرئيس قرارا بقانون معدلا لقانون تشكيل محاكم نظامية، فيما قرر بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري منفصل حمل ذات التغول من السلطة التنفيذية على القضاء، وكرس تبعية القرار الإداري للسلطة القضائية على نحو لا مثيل له. أما القرار بقانون الثالث المعدل لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002، وفي ذات السياق أصدر الرئيس قرارا بإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. وفي 12 من الشهر الجاري أصدر الرئيس قرارا بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا محكمة النقد ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى بناء على تنسيب من المجلس الانتقالي الذي هو يترأسه. هذه القرارات بقوانين أثارت ردود فعل غاضبة، فقد أعلنت نقابة المحامين عدم اعترافها بالمجلس المعين وعدم اعترافها بالتشكيلات القضائية التي جاءت، كما عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، ورافق ذلك اعتصامات مستمرة أمام مجمعات المحاكم. النقابة ومعها ممثلو الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وصفوا القرارات بقوانين الأخيرة والمتعلقة بالقضاء بأنها قد أحكمت قبضة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، كما أنها ضربت في الصميم نزاهة واستقلالية القضاء، في وقت تساءل البعض عن جدوى هذه القرارات في وقت نحن فيه على أبواب انتخابات عامة في الأشهر القليلة القادمة. لما تحدثنا أستاذ سمير عن كمؤسسات حقوق الإنسان، كيف تنظرون للقرارات الأخيرة بقوانين من حيث مضمون هذه القرارات والتعديلات وأيضا التوقيت ومدى تعارض هذه القرارات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية باستقلال القضاء؟ أولا شكرا على الدعوة، شكرا لمساواة، وفي البداية يسعدني أن أعبر عن اعتزازي بموقف نقابة المحامين الذي يثبت أنها فعلا تدافع عن العدالة وتدافع عن سيادة القانون وتضحي في سبيل ذلك كثيرا. نحن في منظمات حقوق الإنسان عموما كان لنا موقفا واضحا من القرارات أو المراسيم بقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس. أولا هي اعتداء صارخ على الدستور، على القانون الأساسي الفلسطيني، هي اعتداء على مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، لأنه في مضمون هذه القرارات أجرى تعديلات مست بشكل جوهري باستقلال السلطة القضائية. ونحن كان لنا أمل بعد أن ينتخب مجلس تشريعي أن يعاد توحيد القضاء وأن يعزز استقلال السلطة القضائية. كنا نقول أن السلطة القضائية بحاجة، مفهوم استقلال القضاء يبنى على 3 أسس: استقلال مالي، استقلال إداري، واستقلال في سلطة اتخاذ القرار. كنا دائما نقول أنه يجب أن يتعزز استقلال السلطة القضائية بأن يكون لها موازنة خاصة تقر في الموازنة العامة للسلطة. كنا نقول أنه يجب الكف عن التدخل في أي شكل من الأشكال من قبل التنفيذية، من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والسلطة القضائية. اليوم بعد هذه التعديلات أنا أعتقد أن لا أحد يثق في أن قضاء تشكله السلطة التنفيذية وتتحكم فيه السلطة التنفيذية وتملك عدم عزل القضاء أو عدم قابلية القضاء للعزل، هذا من أحد أهم المبادئ عندما نتحدث عن استقلال سلطة قضائية. اليوم كل هذه المكتسبات أصبحت في مهب الريح ولا أحد يمكن أن يثق. إذا تحدثنا عن التوقيت،
وهو يعكس إرادي ونوايا. يعني عندما نعلن عن قانون انتخابات أو تعديلات لقانون الانتخابات ويصدر مرسوما بالدعوة للانتخابات، وفي الوقت نفسه تعدل قوانين أساسية، قوانين دستورية، ما هو الهدف من هذا التعديل؟ إذا كنا أمام يعني في شهر مايو القادم سيكون لدينا مجلس تشريعي منتخب، لماذا لا تترك هذه المهمة لمجلس تشريعي منتخب يقر إذا كان هناك من ضرورة لتعديل أي من القوانين أن يقوم المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي في آلياته تاريخيا يتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني، مع أصحاب المصلحة. هذه قرارات اتخذت دون أن يستشار أحد، لا منظمات مجتمع مدني ولا نقابة محامين ولا حتى القضاء أنفسهم، يبدو أنها باستثناء فئة صغيرة وقليلة تدافع عن مصالحها وتضحي بالمصلحة العامة وبمصلحة القضاء نفسه. لذلك التوقيت يثير مزيد من الدهشة، خاصة وأنه ترافق مع الدعوة للانتخابات. طالبنا قبل، يعني قبل أكثر من شهر، كنا نعرف أن هناك اتجاه الإقدام على خطوة كهذه، طالبنا بعدم المساس بقانون السلطة القضائية، وقلنا كمنظمات حقوقية أن القانون القائم هو ممتاز، يؤدي الغرض منه بشكل رائع. عندما تجري انتخابات يعد توحيد النظام السياسي الفلسطيني، يمكن أن يفتح باب إجراء تعديلات من شأنها أن تعزز من استقلال السلطة القضائية، لا أن تقوض ما كان موجودا من أسس استقلال السلطة القضائية. أستاذ سمير، أيضا إذا ما تحدثنا عن يعني هل تتفق مع من يقول بأن يعني ما حدث مؤخرا في القضاء هو إحكام قبضة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأي انعكاسات لهذه الخطوات على حقوق الإنسان في فلسطين؟ بالتأكيد هو إحكام بل سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو يقوض أسس احترام وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أو في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو في أراضي دولة فلسطين، سميها ما شئت. وللأسف الشديد الأداء الفلسطيني يتراجع ليس فقط بالتعديلات، يعني فلسطين انضمت لاتفاقيات ومعاهدات دولية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على سبيل المثال، الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. بعد توقيعنا على الاتفاقيات، لو لاحظت كم القوانين التي تنتهك التزامات دولة فلسطين، وفي الممارسة العملية الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير، ضد حرية التجمع السلمي، ضد حرية تشكيل الجمعيات وحرية عمل الجمعيات الأهلية، تجدها وكأنك ذهبت لتتوقع على اتفاقيات لكي تضمن إدانة دورية. يعني في كل مرة تقدم فلسطين تقريرها لدى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، ستحظى بإدانة واضحة ولا خلاف عليها. لو أي مؤسسة أهلية أو دولية محلية أو شو ما كانت تقدمت ببعض الملاحظات حول أداء السلطة، ستجد أن دولة فلسطين أخلت بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. موضوع القضاء واضح أنه موضوع اشتباك، وأنه يعني خطوة نحو تحول السلطة الوطنية الفلسطينية من نظام سياسي ديمقراطي يسعى لحماية الحقوق والحريات وتعزيز كرامة المواطن، يعني ما تفضل فيه سعادة القاضي من تاريخ نضالات الفلسطينيين، على الأقل كنا نحلم بأننا في إدارة شأننا الداخلي سنعزز من كرامة مواطننا الذي صحيح. التي تنتهك من قبل الاحتلال. كنا نعتقد أننا سنقيم العدل، ونحن قضيتنا عادلة، ونناضل من أجل العدالة وندفع ثمن ذلك حيوات وسنوات من حياة معتقلينا. أن تتمس هذه الأسس داخل مجتمعنا، فهذه والله كارثة. موضوع القضاء شكل موضوع ساعة منذ أن قرر الرئيس عزل أو إنهاء مجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس مؤقت. انقسمنا حتى في المجتمع المدني، البعض ذهب إلى أن النوايا هي حسنة وتهدف إلى تخليص القضاء من بعض الشوائب، البعض الآخر ونحن كنا منهم كنا منشدين للقيم للأسس، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقف صامتين أمام التدخل الفظ للسلطة التنفيذية في شأن السلطة القضائية. وللأسف الشديد جاءت التجربة لتثبت للذين كانوا يعيشون وهم أن هذا التغيير قد يحدث يعني أثرا إيجابيا على السلطة القضائية،
ليتمترس الجميع الآن ضد هذه التعديلات والقرارات، لأنه يقول لي بربك كيف فيثق أو يأمن مواطن في أن يلجأ إلى محكمة لاختصام الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي من وزارات السلطة أو أي من أجهزة الأمن أمام قضاء هو يعي تماماً أنه خاضع للسيطرة، وأن القاضي قد يعاقب بأشكال مختلفة إذا ما اتخذ قراراً أو حكماً يتعارض مع إرادة السلطة التنفيذية. لذلك نحن قولاً واحداً نقول أن هذا أمر يجب أن لا تكون هناك مساومة فيه، لأنه يمس بأوجه حياة الفلسطينيين كافة، ولا سيما عندما نتحدث عن حقوق المواطنة، عن الكرامة الإنسان، وعن جملة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. نعم أستاذ سمير، أيضا ونحن أيضا على أبواب يعني انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، يعني كيف يمكن أن تنعكس القرارات بقوانين الأخيرة على الأجواء العامة المتعلقة بالانتخابات، وأيضا على موضوع يعني التحكيم واللجوء للقضاء في حال الطعن في أي نتائج انتخابات، والحديث اليوم عن موضوع استقلالية ونزاهة القضاء؟ يعني التعديلات القرارات بقانون التي عدلت من قانون السلطة القضائية فرضت تدخلا وسيطرة كاملة للسلطة التنفيذية على القضاء الإداري على سبيل المثال. فعندما تتشكل قضايا الانتخابات، من الذي سينظر في قضايا الانتخابات؟ محكمة الانتخابات أعتقد أنها من القضاء الإداري، وبالتالي كيف سيثق المتنافسون في أن بعد انتهاء عملية الانتخابات الإجرائية وصدور النتائج أن احترام هذه النتائج سيتم؟ ممكن لأي شخص أن يلجأ إلى المحكمة، وبما أن المحكمة ستكون خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية يمكن أن تلغى الانتخابات ونتائجها، وبالتالي هذا تهديد جدي وخطير. المشكلة أنه ليس فقط في الأثر على الانتخابات، حتى فكرة التشريع، يعني هناك تضارب. يعني في ديباجة القرار رقم 40 على سبيل المثال بحيل أنه التعديل السند للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني. طب في القانون الأساسي الفلسطيني المادة 43 اللي أجازت للرئيس إصدار قرارات المراسيم فرضت عرضها على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد، إما لتبنيها أو لإلغائها أو لتعديلها وما إلى ذلك. طيب إحنا شرعيتنا ثورية ولا شرعية قانونية؟ أنه اللي بده يكون حاكم في هذا؟ بالتالي هناك مشكلة حقيقية. يعني إذا أردت أن أعرج على كل مثالب، أنا أمامي ورقة موقف صدرت عن مجلس منظمات حقوق الإنسان تأتي بالتحديد على كل تعديل وما هو الضرر والأثر الناجم عن هذا التعديل، كما تفضل سعادة القاضي، فكرة الاستيداع، فكرة عزل القضاء، فكرة شعور القاضي دائما بأنه تحت التهديد بإيقاع العقاب، والعقاب قد يكون مباشرا وقد يكون غير مباشرا. وبالتالي في الأساس كل هذه القرارات فوضت من أي أساس موضوعي لوجود قضاء مستقل يثق فيه الناس، يفصل في الخصومات ويؤمن العدالة ويؤمن في الوقت نفسه الاستقرار. يعني هو ما الذي دفع العالم إلى إنشاء وابتداء نماذج لتحقيق العدالة المحلية؟ هو حالة الصراعات التي كانت قائمة وتنشب والناس تأخذ القانون باليد. القانون جاء لينظم العلاقات، والقضاء جاء ليفصل في المنازعات. إذا كنت تشعر أن هذا القضاء ظالم ومتحكم فيه ولن أحقق العدالة من خلاله، فسألجأ لتحقيق العدالة بيدي، للانتقام، لأخذ الثار وما إلى ذلك. وبالتالي هي تقوض ليس فقط أساس استقلال السلطة القضائية، بل أساس استقرار المجتمع وسلمه الأهلي. هنا المشكلة، ونحن للأسف الشديد نحن السلطة تحت احتلال لا نتحكم في شيء. كما سبق وقلت، الأساس أن نحقق العدالة لمواطنينا الذين يظلمهم الاحتلال ويضطهدهم الاحتلال، على الأقل يشعرون أن هذا النظام يعبر عنهم وهناك ما يدعوهم للدفاع عن سلطتهم وعن دولتهم وما إلى ذلك. أما إذا شعرت أن هذا النظام ظالم، أنا مهمش، لا أشارك، ليس لي نفوذ، ليس لي حقوق متساوية مع الآخرين، ما الذي يدعوني للدفاع؟ ما الذي يدعوني لمواجهة المحتل؟ نعم، أنا أعتقد أن على السيد الرئيس وصانع القرار أن يعيد النظر في كل هذه القرارات، وأن يعلن وقفها وتأجيل كل هذه القرارات بقوانين لحين انتخاب مجلس تشريعي ينظر
في القانون إذا كان هناك من نواقص من ثغرات نسعى إلى سدها مجتمعين بالتشارك والتشاور مع كل أصحاب المصلحة. نقابة المحامين هي القضاء الواقف، ليست خالية الطرف، هذا واجبها. أنا شكرتها لأنه للأسف منذ أسست السلطة أفرغت النقابات من أي محتوى أو مضمون مهني، كلها سيست. نقابة المحامين جاءت لتقول لا، نحن نقابة لازلنا نتمسك بالقيم والمبادئ ولازلنا نحترم اختصاصنا ودورنا وما إلى ذلك. نعم أيضا أستاذ سمير، اليوم برأيك شو المطلوب للخروج من الأزمة؟ المطلوب هو وقف وتجديد كل هذه القرارات والقوانين، هي لا مجال لتعديدها، يعني الملاحظات كثيرة، لكن المطلوب كخطوة أولى تجميد هذه القرارات بقوانين، تأجيل النظر فيها لمجلس تشريعي، ويجب دائما، وهذا أساس ومعيار أساسي، إذا التزمت دولة فلسطين أو احترمت التزاماتها بموجب القانون الدولي، أن تطلق ورش العمل لإشراك كل أصحاب المصلحة. لا يجوز أن تطبخ قوانين من هذا النوع في الخفاء وفي السر. يجب أن تشارك نقابة المحامين، يجب أن تشارك المنظمات ذات العلاقة، يجب أن يشارك أصحاب المصلحة حتى القضاء وما إلى ذلك. وبالتالي هذا يجب أن يؤجل كله لمجلس تشريعي منتخب. أنا أعتقد أنه على القيادة السياسية الفلسطينية أن تعلي من مكانة وقيمة القيم الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني. برنامج الرئيس أبو مازن الانتخابي كان نموذجيا ولا يمكن أن يختلف معه عاقل في كونه يسعى إلى المأسسة وسيادة القانون وتعزيز الفصل بين السلطات وإطلاق الحريات وما إلى ذلك. للأسف هذا الأداء يتعارض تماما حتى مع البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس وفخامة الرئيس أبو مازن. لذلك أنا أناشد فخامة الرئيس أبو مازن من هذا المنبر أن ينظر للمصلحة الوطنية أهم من أي مصلحة فردية أو لأي قوة أو تجمع يعني متنفذ في السلطة، وأن يتخذ قرارا جريئا بوقف وتجميد هذه القرارات بقوانين وانتظار مجلس تشريعي منتخب، وحينها ستكون كل الأطراف ممثلة بالإضافة إلى نشاط المجتمع المدني في الضغط على المشرع والعمل على صوغ تشريعات حداثية تنسجم مع التزامات دولة فلسطين الدولية. لا يجوز أن ننضم لاتفاقيات دولية ولا نحترم التزاماتنا بموجب هذه الاتفاقيات، هذا سيديننا دائما. نعم. وشكرا. نعم. شكرا جزيلا أستاذ سمير.